المفارقة في هذه المشاهد كلها إن وكأن الموضوع بيعيد نفسه. يعني في انتخابات رئاسة الجمهورية اللي كان المنافس فيها دكتور أيمن نور زعيم غد الثورة و2005، افتكروا كده كانت هناك أيضا اعتداءات واشتباكات، ويمكن أكتر ما حدث في هذه التفصيلية وكان أكتر عنف على دكتور أيمن نور وأنصاره في الشرقية أيضا. يمكن في هذا الحدث اللي هنشوفه الآن توفى في هذا الاعتداء وقتها أحد أعضاء الحملة في كفر صقر أيضا بالشرقية بعد اعتداء أنصار وبلطجية الحزب الوطني. جرح تقريبا 20 شخص من المؤيدين لدكتور أيمن نور، كانت جروح وكسور مختلفة، ويمكن كمان تم تكسير 3 باصات كانت بتنقل أعضاء الحملة. خلينا نشوف كده ونتابع ونفتكر ما أشبه اليوم بالبارحة، ماذا حدث في هذه الواقعة اللي كانت أيضا اعتداء في 2005، ونتابع كلمة دكتور أيمن نور عن هذه الواقعة تفصيليا في محافظة الشرقية ونرجع لحضرتك. أنا بدأت حملتي الانتخابية في 2005 من الشرقية، رغم إن أنا مش شرقاوي، أنا غربي، ده أهلاوي. كان أول بداية الحملة الانتخابية كانت يوم 5/5/2005، وكانت في مدينة كفر صقر. اللي فاكر يقول اللي جنبه. شفنا حاجة الحقيقة ما تحصلش في غابات حاجة، يعني حاجة غير عاقلة. كنا جايين بعدد من الأتوبيسات، وأكيد في شهود أحياء، والحقيقة في شخص مات في هذا اليوم، وفي عشرات أصيبوا في معركة خزعبلية قبل أن نصل إلى كفر صقر بـ4 كيلو أظن على طريق التليجة ولا حاجة تانية. خرجوا، كان معانا 3 أتوبيسات فيهم عدد من أنصارنا جايين يشاركوا معانا في تدشين الحملة من الشرقية. خرجوا رجال الأمن لابسين جلاليب فوق الملابس الكاكي وقلبوا الأتوبيسات. وضرب نار ومعركة حربية، حاجة فوق العقل. ودي كانت البداية للحملة الانتخابية. أقول لكم بقى بداية الانتخابات نفسها. مشاهدينا تذكرنا الموقف وعرضنا الصور عشان نسأل أسفا، هل نفس السياسات تجاه المرشحين اللي بيكون عندهم فرصة حقيقية في المنافسة سواء في 2005 فيما حصل مع دكتور أيمن نور وقتها، واللي كان يمثل أمل كبير جدا لكل المصريين في التغيير السلمي والقانوني والدستوري، واليوم في 2023 فيما يحدث مع المرشح أحمد طنطاوي في حملته بالشرقية من حزب مستقبل الوطن؟ الحقيقة انتوا ايه رأيكم؟ هل فعلا هذه السياسات ما زالت مستمرة، ولا الواقع الآن أصبح من المفترض أن يكون أكثر لطفا في
أن يستوعب شعب المرشحين اللي لهم شعبية، ولا الموضوع بقى أكثر تعقيدا؟ الموضوع عند حضراتكم وإحنا بنرصد ده النهاردة، لكن كمان خلينا نقول إن بعض المواطنين في القاهرة والجيزة تمكنوا بالأمس من تنفيذ توكيلات بشكل سهل بعد أيام من التضييق حسب ما وثقوه في فيديوهات، وهذا الحقيقة هو المطلوب اللي كنا بننادي بيه ونشجع عليه بقالنا أيام. يا جماعة صروا على حقكم كمواطنين في استخدام الحق الدستوري والقانوني في تحرير توكيل للمرشح الذي تقتنعون به وترغبون فيه.